جود مورنينج، وعدناكم انه اليوم نهار الاحد رح نعمل شيء كتير 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 حلو. وعدناكم اليوم انه نهار الاحد انتم قاعدين بالبيت، انتم قاعدين بالكونفاينمنت، انتم قاعدين وين ما كنتم بالعالم، حتى لو ما في كونفاينمنت عندكم، بس هو اسمه نهار الاحد يلي هو اغلبيه 90% بعتقد من العالم قاعده بالبيت. هاو اباوت نسليكم ونعبي لكم وقتكم مثل ما لازم. فيني اخبركم انه اليوم نهار كتير طويل، رح يبلش مع مارك، رح اتعلم كل شيء له علاقه بالكاكي، هيدي الفواكه اللي بعتقد كلنا منحبها كتير، لانه لونها حلو، لانه طعمتها طيبه، ولانه إلها هيك فيها فريشنس. عم بتشوفوا وراي طقس كتير كتير حلو برايي، جراي، شتي كتير، برد كتير، روعه. اي كان نوت ويت بكره ارجع اقلع، اطلع على الارز، ارجع اطلع فرجيكم ثلجيت لبنان يلي بياخذوا العقل. اليوم نهار كتير طويل، ببلش مع مارك، برجع بكفي مع ألان، بعدين عنا طبخ بالبيت، بعدين عنا مارك عن جديد، بعدين عنا السوربرايز عشية على الساعة 7. طيب very long and interesting day. مارك good morning. هاي أنتوني، كله تمام؟ كيفك اليوم؟ تمام، كله تمام. نحن أنا واعي منيح، يعني حاسس أنه صرت أحسن. مطمئن عنك كورونا وكذا؟ خلص خلصنا we're fine. بتصور يعني ما بقى في symptoms، يعني عرفت، في يعني إذا ما بكون معك بحس لازم هيك بخفى يعني شوي. هيدا السنتوم الوحيد اللي عم بعتقد هو قعدة البيت. إيه هي، يمكن هيك. بس إنه يلا بدنا نخلص ونرجع نطلع على الطبيعة ونصور شتل ونشوف الخرمة لايف وهيك. يعني بعد أنا وياك ولا مرة عملنا الطبيعة تحت التلج، ولأنه نحن بلشنا مع بعضنا كنا بوقت الربيع، فكان نوت ويت إني أقلع على الطريق وبلش أنا وياك تنفرجي الخرمة بالتلج. طب قبل ما تقلع، يلي عم بيلاقونا هلأ، أنا أمنت منقوشتي وقفت رويقتي، ما بعرف أيوة. أنت شو رح تتروق، بس أنا رح أقلك شو رح أتروق. أنا رح أتروق شيء هين للدليفري وبنصحكم فيه، هو منقوشة جبنة. وقعت شي بعد، هي منقوشة جبنة ملفوفة لف مثل الساندويش وبقلبة خضرة. ليش خارج دليفري؟ لأنه منقوشة الزعتر بتوصل دليفري بعد نص ساعة يمكن معظم شوي، الجبنة بتجي هيك ممعوسة شوي، بس الجبنة مع خضرة تجي كتير طرية، لأن الخضرة من جوا والبندورات من جوا بتتركها كتير طرية، ورح تروق ترويقة غير شكل. بس عم بحرقصك، مين وايل فينا نبلش؟ أنا عم بتروق ترويقتك المفضلة، عم بتروق حليب ماك سوبر داد عملولي، جيبولي الليل على كريسمس مع كورن فليكس الأد هينة. بيرفكت، عظيم. يلا ماك رح نبلش. إذا براوني أكلم منقوشتي ومنقلع سوا. يلا أنتوني، أنا اليوم مقسمة كمان، فيها كتير ليرنينج على كيف ناكل الخرمة وهيك، بس بأكد لك اليوم يعني تفسرنا عاملين كذا حلقة عن لنقول عن الكستنا عن الأفوكا عن هيك. بتصور هونيك في كتير ناس بتعرف كتير أشياء من اللي رح أقولها اليوم عن الخرمة، وبال all be surprised يعني بكتير أشياء رح نقولها maybe لأول مرة. ما بعرف إذا حدا هالقد حكي عن الخرمة قبل، فرح تشوف. هلا أنا تكون هيك صريح معك، قلك إنه أنا أز الفواكه ما بحبها كتير، بس أز الشجرة كتير بحبها، ورح نشوف كل شيء عنها. رح نتعلم كيف نزرعها، رح نتعلم قديه هي مهمة من اليابان وهيك، ورح نحكي أشياء عن النوكليير بومبز. وبتصور آخر بارت هي بارت الأكل اللي رح تكون رح تصدم كتير عالم. فأنا رح أروح بلش هلأ بالصور نتعرف عليها على اسمها، وبعدين منبلش نحكي. مش معقول ما قلتش الجبنة مع خضرة شو طيبة. في ناس بتقول أنه معقول تاكلوا جبنة مع بندورة، فيني خبركم أنه الجبنة مع بندورة ولا أطيب من هيك. منقوشة روعة، تكون طرية رقيقة فلافي، ما تكون محمصة أبدا، لازم تكون هيك طرية. الجبنة العكاوي العادي وبقلبها بندورة، خيار، زيتون أسود، ونعنع. A beautiful combination. بس نغير شو عن الزعتر إيه؟ طيب. أنا بقول مثلك أنتوني، بس الشغلة الوحيدة اللي ما بقدر أحبها كتير بقلب المنقيش أو الجبنة وبكل شيء الخيار، وبحسه من جوا بينزع الطعمة، ما بعرف ليه. الباقي كله I agree. It's the only طلعك بصير تنقيت. It's the only texture that gives a crunch. من شانيك الخيارة يلي هي ما كتير بتعطي طعمة، بتعطي a different texture. هلأ مزبوط اللي انت عم تقوله، اذا بدنا ما بدنا قرشة، اذا بدنا اياها كلها تكون هيك moist tender كلها مع بعضها، فمنقول بلا خيار. مين واي اليوم بدي لكم انه عم نعمل تيست ماركو مش الحال، انه نحن عنا اثنين لايف مع بعضهم، واحد عن الطبيعة بلبنان وواحد عن سو هوبفلي هلا قريبا ببرمتنا بنصير فينا نكون عم نصور كتير اشياء مع بعض. يعني مثلا بعطيك تليفون وبقول لك
روح اختفي بالطبيعة بكون أنا عم بأكل واحدة. آه كول، هاي دخلها منيح. أنا بالأول أخذتها غلط أنه هلا عم بتخف الفيورشيب أو شيء، بس أنه زي هيك أوكي بقبل. فيون إلك يال سنبلش نتعلم على الخرمة، وبقلكن أنه عنجد خليكن معنا، لأنه رح تشوفوا إشياء بتعقد عن الخرمة مش سمعينا قبل. نحن بس أنه بلك نعرف ناكل خرمة كفويك وهيك، رح نتعلم كتير إشياء حلوة عنها. أول شيء تعلكن أنه هي شجرة من عائلة الإبناسي، يعني من عائلة الإبان الخشب الكتير كتير كتير معروف كمان، يلي بالأساس هو من الصين جاية، بعدين صرنا نزرعها بكذا بلد هلأ. لأنه تعرف أنه الخرمة لما تكون بالقطن هيك كلها مثل هذه الصورة قدامكم عليها هالفواكه كلهم الأورنج، رائعة كأورنمنتل، بس قبل بشوي وبعد بشوي لما يكون عليها ورق كمان في كتير ناس بيزرعوها بس كرمال شكلها، لأنه هي لما تكون بغير لونها من الأخضر للأورنج وهيك وكيف تكون بالخريف بتكون رائعة. اللي عملته أول شيء، لأنه كتير منكم رح يسألوا عن كيف نكتب اسمها وشو هي، حطيت لكم الأسامي. فهي اسمها ديوسبيروس كاكي، معروفة بكاكي أو بلاكمين بالفرنساوي، بالإنجليزي بلاكمين أو جابانيز بيرسيمون أو حتى كاكي بيرسيمون. سو رح بلش فيه، هو رح نتعرف على هالأسامي ليش اسمها هيك، ونشوف أنه خي ليش اسمها كاكي بس ما الكاكي هو غير لون أصلاً وهيك، فرح نتعرف عليها كأسامي. أول شيء تقلكن أنه كلمة بلاكمين أو بلاكمين جاية من كلمة تانية بتعني يلي هلأ بيحضرونها من أمريكا بيعرفوا أنه في الكاكي الأمريكاني، فهو هونيك اسمه بلاكمين، هذا الاسم متاخد هيك. بينما كلمة كاكي هي لفظة يابانية لهالشجرة، ما إله علاقة هون، تنتعلم هيك أول شغلة مهمة، ما إله علاقة بلون الكاكي اللي بيستعملوه الجيش وكل هيدا الأشياء، يلي هو هيدا أنه الكاكي كلون جاي من كلمة فارسية يلي هي كاكي أو كاكي اللي بتعني لون الغبرة أو لون التربة، فهو ما إلهن علاقة بعضهم، هيدا بس هيك as a start. بعدين كمان لا تعرفوا أنه كلمة ديوسبيروس يلي هي اسم اللاتن تبع هيدا النبتة جاي بتعني ديوس، يعني أكيد يعني عم نحكي هون كنا عن زوس وهيك، تعني هي لبليد زوس أو حتى القمح تبع زوس، لأنه بيقولوا أنه زوس الآلهة كان يحبها كتير لهالشجرة وهيك. هلأ تقلكن وهيدي الشغلة الكتير مهمة اللي لازم نعرفها هلأ عنهم، الكاكي من كتير زمان، من كتير كتير كتير, كتير زمان مزروع بالصين، وبعدين صار وين ما كان نقدر نشوفه وصل على أوروبا بالقرن السابع عشر وهيك. والشيء المهم اللي كتير هلأ يعني أول شغلة رح نتعلمها ورح أعمل أنطوني بارانتيز كمان هيك عليها، الكاكي هي سامبول كمان لشجرة بتعيش كتير ومعمرة كتير، وبيقولوا وهلأ رح تشوف قدام هم عندهم خاصة باليابان، أنه وقت نزلت القنبلة النووية بناكازاكي بتسعة آب 1945 مات كل شيء. أوكي، شجرة كاكي بقى، في كاكي قدروا يعيشوا حتى من بعد النوكليير بومب، وهيدي شغلة كتير كتير مهمة، لدرجة أنه من هيدي الشجرة يلي عاشت حد الأبيسانت لحد هلأ بيعملوا كتير إشياء مهمة. بس ما زال عم نحكي عن هالموضوع، حبيت هيك قطع بارانتيز عن واحدة من أشجار المفضلة عندي، الجينكو بيلوبا، يلي هي كمان جاية من اليابان وهي كمان سيرفايفد النوكليير بومب، عم فرجيكم إياها. في سبع شجرات الجينكو كمان ضلن عايشين بالعالم، وهي هولي عم تشوفون قدامكم، هيدي الصورة هي حقيقية قبل وبعد النوكليير بومب، كيف هيدا الجينكو بيلوبا بشو كان جاردن بعده عايش لهلأ لهونيكي. وهون عم تشوفوا كمان شجرة بعيدة بس 1420 متر عن الإبيسانت تبع البلاست، مكتوب قدامكم أنه هالشجرة كمان سيرفايفد بلاست. هلأ بما أنه الكاكي هو شجرة بتدل على أنه نحن نرجع نعيش ونقاوم، نفس الوقت بتقدر كمان تعيش فوق بعد النوكليير بومب، سو في باليابان في ارتست كمان عمل من 1996 اكشن طويله عريضه كرمال السلام وكرمال الحب وهيك، اللي هو بيزرع كاكي كرمال السلام. وهيدي الكاكي انطوني انا هون عم شوفها بالمعرض، هيدي الكاكي بيجوا الاولاد كلهم ليزرعون وكيف بيشتغلوا كرمال السلام وهيك، كلها بسبب شو؟ انه الكاكي، تخيل اول معلومه بنقول عنها كثير مهمه، قدرت تو سرفايف ان نوكليير بومب، يعني ومن هالكاكي من اولادها بياخذوا كراف من الشجره وبيزرعوها، وهيدا الارتست هيك بينشر السلام تيقول لهم انه هيدا الشجره هي ايفن بعد نوكليير بومب ضلت وعطيتنا فواكه. سو وهيك بيرجعوا بيحكوا كرمال ضد الحرب والاخبار، وكل سنه بيجيبوا كثير اولاد يحكوا عنهم هيك. سو اول معلومه مهمه نعرفها انه الكاكي قدر يتاقلم
على ويعيش من بعد النيوكليير بومب، هذه مش كلنا بنعرفها. هلا شغله ثانيه، نتعرف شوي على زراعتها وبعدين بناخذ بريك سريع. في عندنا نوعين كتير كبار من الكاكي، اول مسميها الايجن بيرسمن او الامريكان بيرسمن. هلا اكيد الايجن هي معروفه اكثر وبتنزرع اكثر وكل هالاشياء. هلا انتوني هون رح نقول لاول مره معلومات عن الكاكي، على عكس كل شيء حكيناه عن الكاستنا والافوكا وعن كل هول، هلا رح تشوف شو قصدي. سو هي شجره بتوصل لل 12 متر كبره الكاكي. هيدي اول معلومه هيك عنا نعرفها. وثانيا انه الكاكي بتحمل فلاورز بطريقه مخيفه، رح نضوي على هذا الموضوع بعد شوي. بتعمل فواكه بطريقه مخيفه لدرجه انه شجره واحده فيها تحمل 150 كيلو تقريبا، بس كمان بتكب كثير على الارض ورح نحكي عنهم كثير. يعني تخيلوا انه شجره كاكي بتحملكم 150 كيلو من الكاكي. هلا هيدي الشجره كمان لازم نعرف انه بطيئه النمو، مشان هيك انا هيدي على عكس كل شيء بقوله قبل، فينا نجيب شجره كاكي شوي كبيره لنربح شويه وقت. بتعطي تقريبا كثير خرمه بالخريف. وهون هلا الاشياء اللي رح نقولها هن اللي بهموا كثير الناس اللي عم تزرع، وشوف انطوني هلا هول معلومات قد ايه هينة ومهمة للناس عم تزرع. أول شغلة الكاكي بيقدر يعيش بحيال تراب، يعني واحد عنده مشكل بتراب بيقدر يزرع كاكي، كانت أسد أو بازك بيقدر يزرع كاكي. إذا في كتير كالسيوم بالأرض أو حتى كالكاريا اللي نحن ما منحبزهم يكونوا موجودين، في يزرع كاكي. هيدي الصورة لحشرة بلبنان بنسميها الملوش أو الجريو تالبا، يلي بنسميها كمان مول كريكت. هيدا إذا كان بالأرض نحن ما بنعرف شو بدنا نزرع، بيأكل كل شيء، هيدا ما بياكل الكاكي. تخيل قديش قوية. بيرجع عادة بالأرض خاصة إذا عنا كتير تفاح وعاملين مرض فطرة اسمه فايتفتر اللي بنسميه حالوط بالعربي، ما بتعرف شو بدك تزرع بهالأرض، فيك تزرع كاكي. سو تقدر تعيش بحيالة تربة. إذا الشلش تبعها في يعيش بمطرح فيه أمراض فطرية، very few pests بيجوا على الكاكي، يعني ما بتمرض كتير. عندها مرضين، في مرض اسمه أنتراكنوز فينا نرش جنزارة وبيمشي الحال، أو حتى أوقات نقزة عم بيجي هلأ السيراتيتس أو المش ديفروي كمان، بس كمان مشي يعني فريسك شجرة ما بتمرض. هلأ وين بنزرعها؟ بلبنان فينا نزرعها تقريبا بين 900 ل 1200 متر، فينا نزرعها أكيد أعلى، هي بتقاوم التلج. مشكلتها مشكلتها هون شغلة مهضومة نعرفها، أنه الكاكي كتير قوي خشبها، بس قد ما أنه قوي بيقدر إذا أجا كتير عليه تلج يطق، مشان هيك ما بنزرعه كتير على الأعلى، منخاف أنه يطق، بس بنخاف انه تقعد منه قوي، مش انه لانه ضعيف او شيء. سو هيدي كمان معلومه هيك عن الكاكي على السريع. لارجع اقول انه كمان الروتس تبعهم كثير قوايه، و يعني بتقدر تثبت حالها بطريقه مخيفه. وهلا بعد شوي انطوني رح ناخذ بريك صغيره وياك قبل ما نرجع نحكي عن اكثر قصص المهمين عن الكاكي، يلي هن كيف بتزهر، ليه بتزهر القاد، ليه بتكب وراقه. طب ليش في اوقات على زيت الفواكه كاكي طيبه وكاكي مش طيبه؟ فهون بعد البريك هلا نحن عندك انطوني. سوبر سوبر انترستينج. تعرف انا عندي سوفينير، انا عندي سوفينير انه دائما بالكل ما نقرر نطلع نصور الضيعه بنطلع اول شغله على فريا او هيدي المناطق، وفي عندي طريق الداخليه تبع شو اسمه ميروبا حراجل، كل ما اقطع فيها باول تلجة دائما يكون في شجر كاكي متلقم او عليه تلج، دائما دائما دائما. ما فينا انسى هذا المنظر، كل سنه بصورهم الاورانج مع ابيض، رائع رائع رائع. ما حكينا كثير عن لبنان، باي منطقه بيطلعوا، هل عندنا كفايه، هل نحن سيلف سوفيشنت بالمنطقه بالكاكي تبعنا؟ يس، نحن عندنا كثير كاكي بلبنان، عنا كتير يعني. وين ما كان يعني، وين ما كان في كاكي، في كتير بالبقاع، في كتير منطقة بشري، في كتير بمنطقة حتى العقورة أرتبة وهيك، في كتير بالمنطقة اللي انت حكيت عنها كمان أكفر دبيان وهيدا. ليه؟ لأنه بيعتقدوا أنه التليان فوتوا الكاكي على لبنان من خلال الأديرة خاصة، وانزرعت وين ما كان. والفكرة ليه عنا كتير؟ لأنه مثل ما قلت لك بنقول عنا شجرة يعني بروليفيك، يعني بتعطي بطريقة مش طبيعية يعني. ورح اقول لك هلا دغري بعد ما نرجع على الباور بوينت رح تشوف ليه، يعني ليه الكاكي بتعمل هيك. هلا هون بدي اقول لك شيء بنكون عم نسوي على السريع، انه نحن وانتوني بتعرف انه عاده ما بناكل الكاكي من الشجره دايركتلي، يعني بنقطفها بدنا نخمرها. هلا بعد شوي بدنا منك انت تخبرنا كيف اذا اطيب طريقه لناكل كاكي، بس انطر شوي.
وانت لقيت انه الكاكي مع الثلج بنشوفها كمان، رح تشوف قديه الطبيعه بتعمل كل شيء بيرفكتلي، رح فرجيك صور بتعقد معلومات رائعه عن هالموضوع. هلا حسنوا الكاكي، صار في انواع من الكاكي ورح نحكي عنهم بعد شوي، هول ما بدهم تخمير، صار فيك تاكل كاكي مثل ما بتاكل تفاحه دايركتلي عن الشجره. سو هيدي كمان هلا ترند. هلا شو هيدا بتجاوبك على لبنان؟ انفورشنتلي نحن بلبنان الفرايتيز الكاكي اللي عنا اياهم هن الكاكي القديم يلي بعده بكب كتير على الارض، ورح نحكي شو بعد شوي ليه بعده بده تخمير ليتاكل، وبعده على زيت الشجره، وهيدا اللي بيصدم الناس، تاخذ كاكي بتخمرها وحده طيبه وحده لا، رح نشوف ليه هلا ساينتفكلي رح نحكي هذا الموضوع كله. وهيك شو بدك نعمل؟ إذا نحن اليوم أخذنا الكاكي، بتعرف يعني التفاح مثلاً طوروه لونوه بجيم براكتس، وصار في منه 10 أنواع أو أكثر. اليوم الكاكي في منه غير ألوان، ذكروه مع شيء تاني طوروه كتير. يس رح تشوف هلأ بالصور كل هيدا الموضوع. ليك بدك تساعدني شوي بالأسئلة، بس رح أخذ أنا بس جاوب شغلة عن هنيدة عم تقول أنه بالتسعينات فرنسا أبادت كل شجر الكاكي وقالت أنه بتسبب بالسرطان، وعندهم احتفال سنوي بنجاحها على القضاء على هيدي الشجره. ايه في شجرتين ما بدي خوفكم، في شجرتين كثير بيحكوا عنهم هالاشياء يلي هن الكاكي والكيوي. اوكي ليه؟ ناس بتعتقد، انا ما بوافق اكيد، انه هول الشجرتين ما بيمرضوا، يعني الكيوي والكاكي ما بيمرضوا كثير. سو بيعتقدوا انه بما انه الحشرات not interested بهيدا الشيء وما بيجوا عليها اخبار، سو فيها شيء خطير، ومشان هيك بيقولوا بتجي تعمل سرطان وكل هول. ما في ولا دراسه تحكي عن هالموضوع، بالعكس الكاكي والكيوي بيفيدوا كتير للصحة، وأنا هول الأخبار يعني بحطهم بخانة الأخبار. وهلأ أنتوني رح تشوف يعني قديش في قصص بتعقد رح نعترف رح نشوفها عن الكاكي. في حدا كمان كان أقول أنه بالأسف بضيعتها شالوا كل التفاح ونجاس وزرعوا كاكي. هي الفكرة أنه مش للأسف، لسبب معين، أنه بلبنان التفاح بمناطق كتير كبيرة ما بقى بينجح قد ما في فيتوفترا بالأرض يلي هو مرض فطري. سو الكاكي بقاوم الفيتوفترا، سو شلوها فيزرعوا شيء بيقدر يعيش بهالمنطقة طما يضلوا يرشوا كيف ما كان. سو هيدي كمان معلومة نعرفها. بدك نكمل أنطوني؟ منكمل. طيب إذا حدا بده اليوم، إذا عنده كمان نرجع على ذات السؤال دايما مسأله، إذا حدا عنده 5000 أو 10000 متر أرض، هل بيزرع كاكي إيه أو لا؟ ومنو ديئة اللي بيزرع لديئة اللي بلش يطلع مصاري قديش وقت؟ يلا هلا رح نجاوب بصور على هالموضوع كتير، بس رح جاوبك على السريع هلا بالاول. سو ايه بيقدر يزرع كاكي؟ تقريبا بدك 6 سنين لتبلش يكون لها عازه. انا اكيد بنصحهم ساعتها، ليك اللي حكيته انا هو شيء كتير مهم. يعني عندك عملت فحص تربه، ارضك ما لها عازه، اوكي؟ ما فيها ارضك كتير كلسيه او ارضك كتير بازيك ما بيزبط شيء فيها، عندك كتير ميلوش، عندك كتير فيتوفترا، انديات فيك تزرع كاكي. تخيل قديش شجره قويه الكاكي، سو فيك تزرعه وين ما بدك. المشكل الوحيد اللي انا بنصحهم هلا يركزوا معنا على انواع الجديده من الكاكي، وما نزرع بقى الانواع القديمه. هذا المهم، ورح نقول هلا ليه علميا ونفرجه. رح فوت بالموضوع هلا، رح نتعرف على من الزهره للفواكه والانواع. بدك كثير مي؟ ما كثير، لا ما بدك كثير مي، يعني اكيد اذا سقيتها بتعطيك ييلد اكثر، بس ما لنا شجره عايزه كثير مي. وفينا ازرع تحت شيء؟ عم اسالك الاسئله اللي الناس كلها بتسالهم، يعني اليوم كثير بهمهم العالم انه اذا زرعت شجره بزرع تحت بقدونس بزرع، يعني هذا الانتر كروبينج اللي بهم كثير ناس. ايه دائما اول 5-6 سنين، بعدين لما تكبر كثير الكاكي بتاخذ النور عن غيرها. ما حكينا انه هيدا شجره توصل ل 12 متر، فصعب انك تقدر تحط شيء تحتها وهيك. يعني يوتيفل، يلا بنكفي يعني. معك إذا عم تلاقونا هلأ، نحن مثل ما قلنا لكم نيتشر مع مارك صار إلها سكشن واحدة على يوتيوب، صار إلها بلايليست واحدة، في بلايليست اسمها مارك بيروت، في بلايليست اسمها زوم كول زوم فيديوز يلي هو على الأساس. إذا عبالكم تتعلموا حيالة شيء، إذا عبالكم تعلموا أولادكم عربي، إذا عبالكم أمثال تتسقفوا يعني، بس إذا عبالكم أمثال، إذا عبالكم كتير إشياء بليز جوين. نحن مارك بيته، أنا ببيتي بهالأوضاع اللي هي أغلبية العالم قاعدة بكونفاينمنت، وخاصة نهار الأحد اليوم رح نجرب قد ما بنقدر نعبيكم وقتكم. رح نخلص مع مارك بعد شوي على هيدي على الكاكي كتير مهمة. رح ناخد بريك كتير سريع طبعا نضيع وقت تضلكم معنا. مارك عم غير البروجرام شوي، طبعا ناخد بريك ساعة، رح ناخد بريك شي ربع ساعة، شو رأيك؟ وغير أنت بدك إياه معنا ولا مشكل، أنا ردي. بس أقول لك معلومة حلوة، لأنه لينا كتبت لنا هلأ أنه there are persimmons that do not need to mature to eat، فهيدا هلأ رح أحكي عنه. يلا حضروا، محضركم كتير معلومات، بعدنا
بسلايد نمبر 25 من 100. سو خلينا نشوف اليوم 25 اوت اوف 100. معلش معلش بيقطع بسرعه. شوف ما بينشبع منك استاذ بيروتي دكتور بيروتي ما بينشبع منك. لا بس هلا هلا بعد شوي لما اوصل لبارت الهيك بدك تعيط لنال تحضر معك لانه شوف يو ويل بي اميزد بهيرت وورك. يلا نال قاعده هون وراي عم تحضر عم بتتبع لك كل الاسئله وناطره بس نخلص تجي تبوسني. هي مظبوطه. اليوم اليوم ما انت فينا نخبر عاده نحن بنكون عم نحضر شي دقيقتين قبل الحلقه وبكون انا شايف انطوني هيك على كبير عم بحكي معه وبتجي نال وبتبوسه لايف. انا كل مره عم جرب صورهم لهيك ما عم تزبط معي. اليوم ما قطعت استغربت انا البركه بتخنقين. لا لا ثانكس ماك من كيف في 100 شخص عم يحضرك. سوري سوري سوري. سو ده الشيء. هلا شغله كثير مهمه على الكاكي اللي انا عارفها كمان. الكاكي وهيدي هي المعلومه كثير مهمه تعرفوها بتزهر كثير كثير كثير. ولما بتزهر عاده في فواكه رح يقدروا يعملوا فواكه حتى من دون ما يصير في بولينيشن يعني من دون التلقيح. هلا رح اقول لكم عنهم ونحكي عن هالموضوع كيف بتصير. هلا زراعيا كثير في عالم بلبنان شو بيعملوا؟ بشوفوا انه عم زرعنا كاكي وقلبوا كلهم على الارض. وهيدي شغله كثير 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 بتصير عند الكاكي. جيناتيكلي لازم تعرفوا خاصه انواع الكاكي القديمه بتعمل كثير زهور اوكي وتقريبا بتعمل ثلاث مرات ورا بعض دروب. يعني هي بتزهر كثير كثير من هيدي الزهور. بالاول بيقشطوا كثير طبيعي لانه هي هي طريقتها يعني بتعمل كثير زهور لتعمل كثير فواكه. سو بتكب زهور لوحدها بترجع مره ثانيه بتكب زهور لوحدها بترجع بتكب كثير فواكه. هيدا الشيء بتعمله كثير الكاكي. هلا الجيناتيك اللي هي هذا الشيء بتعمله هون عم نشوف زهرتها انطوني هيك عن قريب. هون عم نشوف الزهره ذكر والزهره الانثى. هلا تخبركم معلومتين كثير مهمه. هيدا الفواكه كاكي من دون بذر بنسميها بارتينو كاربيك بتصير كثير. سو الكاكي عندها على زيت الشجره زهر ذكر زهر انثى وقات زهر فيها الاثنين. اذا تذكرت او ما تذكرت لك هالمعلومه اللي بتدوخ برضه رح تعمل فواكه. سو هي قدرانه تعمل فواكه. سو اول شغله اذا انتم اكلتوا فواكه خرمه ما عليها بذره هيدا ما عامل شيء الانسان. هي بتعمل شيء بنسميه بارتينو كاربيك يعني فيها تكمل من دون بذره. هلا الشغله الثانيه ليه اوقات طعمتها طيبه طعمتها مش طيبه؟ لانه الكاكي كثير بيتلقح بحبوها كثير النحل. سو قديش راحت جابت زهور مختلفه ولقحتها بتغير لها طعمتها. هيدا كمان لازم تعرفوها عن الكاكي. والشيء الاساس اللي عنده كاكي مثلا اجاني سؤالين من عكار مبين على الكاكي عم بتكب كثير فواكه شو بدي اعمل؟ هيدا تيب كثير مهم تعملوه بيعملوها بالضياع. سو هي الكاكي عليها تويجز عليها مثل هيك جزع وطالع عليه الكاكي. سو اول ما بتحمل وبدها تبلش تغير لونها بتجرحوا شوي الشجره تحتهم للكاكيات. بهالطريقه يور ترابينج السيف الابوري فوق وهيك بتحافظوا انه يطلع السيف الابوري على الفواكه وما يقشطوا. لانه هيدا بار ديفو الكاكي معموله جينيتيكلي لاذا شوي حرق الحراره تحركت او سيتوا غلط او واتفر رح تكب الفواكه تبعها. وهيدا بدنا ننتبه له. هلا اللي كنا عم نحكي انا وانطوني رح بجيكم هلا بالصور تنتعرف عليها اكثر. سو الكاكي في كثير انواع. هيدي البذره تبعها وفيكم ترجعوا تزرعوها. مثل ما قلت لكم الشيء اللي بيظلم بالكاكي انه بتقدر تعمل فواكه حتى من دون تلقيح. مش موجود هيدا الشيء وين ما كان عند الشجر. هون انواع من الكاكي. سو هون عم تشوفوا قديه في انواع ما في نوع واحد. هلا اهم شيء تعرفوا انه وهيدي معلومه انطوني لها علاقه بالاكل الرابور سكر على اسيد هو تقريبا اكبر رابور بكل الشتل بالعالم. ومشان هيك لما بتاكلوا الكاكي بتحسوا بكثير هالجوس وكرير كثير قوي. هي الاعلى بين كل الفواكه بالسكر على الاسيد. هلا صار في انواع بنسميهم نو استرنجنت يعني هيدي فيكم تاكلوها دايركتلي من الشجره مثل مثلا الفويو والجيرو والماتسوموتو. هول انواع من الكاكي. وفي انواع لحد هلا ما فيكم تاكلون غير ما بدكم تخمروها ومنهم الروخو بريانتي ومنهم توماتيرو رح بفرجيكم الصور. هلا اكثر اثنين مطلوبين عالميا واحده هي هي. سو اذا بدكم تزرعوا زرعوها اسمها روخو بريانتي حمراء بس بدها تخمير. والكثير هلا مطلوبه ليك هالكاكي انطوني اسمها فويو. هيدا الكاكي اللي اسمها فويو ثاني رحت صورتين لورا رح ارجع احط الصوره. هيدا الفويو اللي هي اورنج. الأورنج فيها نكلا دايركتلي 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 على الشجرة. سو هيدي موجودة. وسألتني قديه في أنواع كاكي. سو رح فرجيك هلا قديه في أنواع. يعني نحن بالكاكي في أنواع ما بتخلص. سو ليكو هيدا النوع اللي بيشبه شوية
البيتش، في الكاكي السوداء، في الكاكي اللي على الشوكليت، كلهم كمان عم نشوفهم قدامنا. هيدي كاكي سوداء، ليكل انواع هيدي الحمراء اللي هيك تطلع مطوله كانها كمان توماتسوريز. الانواع الكاكي ما بتخلص ابدا ابدا ابدا، وهول كمان انواع عم تشوفون قدامنا. هيدي الفويو وحدا في الشوكليت يلي هن كمان كتير مطلوبين. شو رايك بهالمعلومات انطوني ده هلا؟ فيري فيري انترستينج. انا عم فكر عم بتخيل كنا احنا وعم نشوفهم كيف بدي اكلها، اذا بقصها بالنص، اذا باكلها بالمعلقه، اذا باكلها قشرتها او لا، اذا بنحطها على جبنه حلوم شوي بتصير عندي سويت اند سولتي. انت عم تحكي وانا عم فكر. يلا انا برايي شو بدك، ناخذ بريك او كمل لك بهول هلا انت عم تسال عنهم؟ لا بليز كمل فيري انترستينج. يلا سو اول شيء لنقول انه الكاكي فيها كتير 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 جلوكوز، فيها كتير فيتامينز خاصه فيتامين سي، وفي كتير ناس بيقولوا انه كتير بتفيد للامراض القلب وهالاشياء كلها وهيك. هلا الكاكي كمان فيها كتاب خبرك كتير انواع بتتاكل دايركتلي تتجفف او لا. ليش في استرينجانس بقلبها؟ يعني ليه انت لما بتاكلها هيك بتحس بهيدا عرفت نشف هون وعندك هيك؟ الفكره هي انه هي كتير غنيه بالتانينز، والتانينز كتير بفيدوا للصحه. سو كيف تنشال هيدي عاده الاسترينجانس؟ او بمي سخنه، او لما نخمرها مثلا في كذا طريقه لتتخمر. كنت عم بقول لك انه صار في فرايتيز ما ضروري نخمرهم. هلا نحن بس ناكل كاكي عادي، رح فرجيك كيف، وهون رح تحب كثير المعلومات وشوف الصور كيف بياكلوا باليابان الكاكي. اول شغله طريقه كثير معروفه انه لانه الكاكي بتعمل 150 كيلو شجره، سو بينزل كثير كاكي فرد درب، شو بدهم يعملوا فيهم؟ سو اول شغله بجففوها، في طرق كثير بتتجفف وصوف، يعني بينحط لها صوف وبتتجفف الكاكي. هون عم فرجيك كاكي مجففه. طريقه ثانيه كمان بجففوا الكاكي وبياكلوها كيف نحن بنجفف التين. هيدي الصوره هلا راح تحبها كثير، يعني كيف هيك بتحسوها بيضة وخبار. هيدا كاكي مجفف على الشمس، ليك هالمنظر قد ايه حلو عن الكاكي لما يكون مجفف هيك دايركتلي بالشمس. وبتشوفون معمولين او اللون عم نشوفه كيف هيك، هول اثنيناتهم الكاكي حد بعضهم. هيدي كمان طريقه اكل الكاكي ما في كثير ناس بتعملها. هون صوره باليابان لحدا مجفف كل طرق الكاكي بس على الشمس، وعم بفرجونا كل الالوان كيف بيتاكلوا از تشيبس كمان كيف بتتاكل. بس ذا بيست از ناو انطوني، شوف قد ايه حلو الشيء اللي هلا رح فرجيك اياه. سو الكاكي كمان كنت عم خبرك انه هي كثير استرينجنت وعندها هيدي الطعمه. سو شو بيعملوا؟ بحطوها بمي سخنه، بيرجعوا بحطوها باوضه فيها كثير غاز كربونيك، تقريبا فيها 80 ل 90% غاز كربونيك ل 24 ساعه، او بحطوها على فابور ديتانول هيدا لنقدر نجففها. بس ليك شو بيعملوا بعدين؟ سو بيجوا بيجيبوا الكاكي. هيدي الصور هلا يعني انا كل ما بشوفهم بقول واو شو حلو، قد ايه حلو كيف يعملوا اليابانيه اشياء روعه. سو بياخذوا هالكاكي مثل ما هي بحطوها بالشمس، بحطوا لها لكل وحده مثل ريبان، وليكوا كيف بجففوها مع الوقت كيف بيتغير لونها وبتصير مثل جيرلاند هيك وين ما كان. سو هول الصور رح فرجيك اياهم، رح اتركهم ما في لزوم نحكي، رح تشوفوا قد ايه حلوين هيك يعني مثل تقطعوا مساحات مساحات مساحات. رح اترك شوي وقت بين صوره وصوره بس تشوفوا قد ايه حلو. يعني هيدا كاكي مجفف من فوق، يعني عم فرجيكم الصوره هي وقاعده فوق حطيتهم هيك عادي، وكيف عم بجفوا هالكاكي كلهم. الهدف كله يخمروه ويجففوه على الشمس. يعني ليكوا قد ايه حلوين هالصور. لا بس هيك عم بترك لكم وحده ورا الثانيه لتشوفوا كيف بيجوا كل يوم بيشتغلون بيبرمون كرمال ياخذوا شمس من وين ما كان ليصيروا بعدين هيك ردي يروحوا يتاكلوا. هذا كله كمان عن الكاكي. شو رايك انطوني لهلا قبل ما بعدين نرجع نكمل؟ قديش عن جد قديش انترستينج. نحن الكاكي لقلنا يمكن هي هيك بس بتجيبها مره بتلاقيها بالسوبر ماركت وبتقول تستحليها مره هيك يعني ongoing، وما بعتقد حدا منا كان مفكر انه معقول تكون part of our culture او part of our land، لانه it looks like a tropical sexy fruit. اذا فينا هي نقول هي يابان وصين يعني من هول البلدان. بس انه بالاخر واحد بيقدر يكلها بيقدر ياخذها دائما بدنا كلها نحن. فمين وانا عبالي هيك بيك زيت between brackets شو فينا نعمل بالكاكي اليوم. الكاكي طيب كتير، التكشر تبعها كتير لذيذة هيك كتير سموث وكتير سويت.
فإيماجن فيكم تحطوها على توستد ساندويتش مع حلوم جريلد، تخيلوا فيكم تحطوهم بقلب الباستا، تخيلوا فيكم تحطوها تعملوا فيها كوكيز، تعملوا فيها جام، تعملوا فيها كل انواع السلطات. هلا الكاكي الحلو فيها انه فيها تكون كتير قاسيه، فيها تكون كتير 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 طريه. كل ما تكون طريه كل ما اطيب بتاكلوها بالمعلقه، ما بدها شيء، بتاخذوها مثل ما هو هي، بتشيلوا منها الخضره اللي فوق، شو بتسميها تكنيكلي، شو هي الاخضر اللي الكاليس. فوق هذا الكاليس اسمه. اوكي سو بتشيلوها وبتحطوا المعلقه بقلبها وبتاكلوها مثل كانه عم تاكلوا اول ريسبتاكل فلورال حسب بكل نبته شيء تنكون عم نقول مزبوط. سوري انتني كمل، رح فرجي صور على عم بتقولون. يلا اذا اقسى شوي، اذا اقسى شوي فيكم تقصصون شاف مثل كانكم عم تقصوا تفاحه وتستعملون بقلب طبخاتكم. يعني تخيلوا مثلا اذا عندكم لحمه على الجريل بهالبساطه باربيكيو، بدل ما تحطوا لحمه بس او لحمه وليه، فيكم تحطوا لحمه كاكي، لحمه كاكي بتعطيها فليفر كتير طيبه، بتكون جريلد. إذا عندكم سلاد كيل فيكم تقصوهم شقف وتحطوهم بقلب السلاد، كتير لأنه كتير سويت، كتير بيلبقى له مثلا البهار، كتير بيلبقى له الحامض، يعني تيكون في سويت أند ساور، تيكون في قرصة أسيدتي، قرصة هيك لدعة بقلب اللسان. So as of today من هلأ ورايح ما بقى تشوفوها هي فواكه بتحطوها بالفريق بالبراد وساعات اللي بتستحلوها بتاخدوها بتاكلوها بس بالمعلقة. فيكم تعملوا فيها كتير كتير إشياء مثل الأفوكا. الأفوكا إذا كان إيس بتستعملوه لشيء، إذا كان كتير طري بتستعملوه لشيء، إذا كان أخضر بتستعملوه لشيء، إذا كان مسود بتستعملوه لشيء، ومن الأفوكا بس أنه بتقصوها بتكلوها، ومن الأفوكا بس جواكامولي. فالكاكي زيت الشيء، وأز أف تو دي كلنا صرنا نعرف أنه في منها كتير بلبنان، وإذا عم نخدها عم نكون عم ندعم كتير ضياع بلبنان. ريحتك؟ أريد كل الكومنتس؟ لا كنت عم بحكي. في كتير طلبوا ببوسي لايف، بس خبرك أنا ما قصدي شيء، بس عم قلك شو طلبوا. يلا بعد شوي رح جاوب انا على كثير اسئله مهضومه اجيت وهيك. ففي حدا عم بيقول انه بسموا الكاكي فوي، ولا انا حطيت بالاول اسامي الكاكي، فهي اسمها بلاك ماين او اسمها بيرسمون او كاكي. الفويو هو فرايتي، اوكي، يعني في كثير انواع من الكاكي، وكمان اعطيتهم انا الفويو يعني هو واحد من اشهرهم. والفويو ليه مشهور لانه بيتاكل مثل التفاحه. سو كمان أليكس سأل إذا كلهم بيتاكلوا، أغلبيتهم يس بيتاكلوا. الفرق أنه في two families of كاكي، في الكاكي أوه إجت البوسة، ما حدا بقى بيسمعنا هلأ، يلا بليز عطونا كومنت على شفتوه، إذا الحلقة رح تنحضر كتير بعدين. ركز سو لنكملكم. لا أنا كيف مش عم فيها ركز، عم أشوف شو عم بيقوله. يا خبرونا شو رايكم بالشيء اللي شفتوه لايف. لا ما بدنا نزيح الاهميه عن العلم. عم اتعلم زحنا عم اتعلم. ركز معك انت عم اتعلم اليوم الحلقه على الكاكي. يلا سو تقول لك، انا كنت عم بقول انه الكاكي مثل ما كنت عم بقول لكم، اول شغله اذا ما فيها بذر بتكون هي تلقحت من دون تلقيح عطت الفواكه. بيرجع ما بنسميها فويو، هي نوع من الكاكي. بيرجع كانوا عم بيقولوا انه بيعملوا بونزاي كاكي باليابان. مزبوط، بيعملوا بونزاي كاكي كتير مطارح، يعني بنقدر نعملها اكيد. بعدين في بعد كان كتير حكي عم بس تبقى انه بامريكا البيرسمون، امريكان بيرسمون منا اكزاكتلي مثل ايجن بيرسمون، يعني هيدي كمان كان عم بنقريها. في بعد كذا كومنت، في حدا عم بيقول انه عندهم كثير كاكي بالبيت وفينا نقطف ساعات اللي بدنا. فهولي عن الكاكي. هلا انتوني انا لالي ذا بيست بارت هي هلا، سو مشان هيك دايركتلي رح روح على تو شير ونحكي عنه. ديل يا 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 كمان وحده برزنتيشن، هير وي جو، بنكفي. رحنا برزنتيشن. يعني سو اول شيء الكاكي هي كنت عم بقول لكم قبل كثير فيها سكر، اوكي، يعني يعني كثير بتشبع وهيك. هلا هي فيها كثير جواتها كمان فيتامينز وكالسيوم وتانينز وكثير مهمه للصحه. وانا دائما اللي بقوله انه احلى شيء اذا فينا دائما نتعلم من الطبيعه ونقلد الطبيعه، وهذا شغل كثير مهم. شو خبرنا انطوني بالاول؟ خبرنا انه هو بحب كثير لما يطلع على فريك فرديبيان وما بعرف اي ضيعه سما ميروبا ويلاقي كاكي وفي ثلج. مزبوط انطوني؟ ف
فهيدي الشغلة أنه الكاكي بتكون موجودة لما يكون في ثلج مثل هيدي الصورة هلأ رح تقطع قدامكم. مع هيدي شغلة كتير مهمة فمشان هيك حطيت لكم هالصورة لتشوفوها. هيدي صورة تانية. فإذا نحن بنقلد الطبيعة بنعرف كيف ناكل الكاكي. يعني أنا بحس أنه مش لسبب هيك أنه الكاكي موجودة وقت الثلج. سو أزبط طريقة أنتم لناكل كاكي وما نلغس إيدينا طريقة بيعملوها كتير باليابان. فليك شو بيعملوا؟ بيجيبوا كاكي بتكون الكاكي بعدها مهيدة. شوف ما هي حلوة هالمعلومة. بحطوا مي حواليها وبفوتوها على الفريزر. أوكي؟ بعد شوية صغيرة أول ما تكون جلدت المي حواليها تقريبا بدها 3 ساعات. طب لما تكون جلدت المي حواليها بيروحوا بيجيبوا هالكاكي مع المي حواليها لأنه ما بتكون جلدت من جوا تكون جلدت بس من برا. ساعتها بنكلها بدون ما تتحرك وما بنجوي تيابنا وما بنجوي شيء. قديم مهضومة هالمعلومة أنتوني. سوبر 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 سوبر. هو فرجي صورة على كيف بتتاكل. يعني بس بتحطوا الكاكي بالفريزر ليجلد بس من برا ما بتجلد من جوا تاكلوها على رواق مثل ما هون عم تشوفوا بالصورة بالملعقة. وهيدي طريقة كمان بنكون عم نقلد الطبيعة. فهون مثل ما هي هيدا هون حطيت صورة بلاك كاكي. لكمل كمان بكيف فيها ناكل الكاكي. بكتير من بلدان برا بيعملوا بيرسمن رول أبس. اوكي سو كمان في ريسيبي فيكم تطلعوا تطلعوا عليها او بجففوها بقصوها مثل تشيبس او تنعمل مثل ليكويد بيتجفف على الشمس. رح فرجيكم كيف تنعمل الخلطه. سو فينا نحطها كمان بقلب الكوب تبع الكوب الثلج وبتجففه بعدين بصير عندنا كمان نقدر ناكل هيدا الكاكي. الهدف انه لما شجره تعمل 150 كيلو نعمل طرق للداين وتنباع كمان. وهي هيدي صوره بيرسمون تشيبس وكمان بتتاكل كاتشيبس الكاكي وكمان كتير مهمة. كمان كنت عم بقلكم انه فينا نخمرها وهيدي طريقة تخمير مثلا بنحطها هيك بكيس على السريع. طريقة كمان بتنعمل. هلا انتوني انت كنت عم اعطيت كتير طرق لكيف تتاكل. انا حضرت صور فرجيكم كيف باليابان وبكذا بلد بياكلوا كمان الكاكي. هيدي اللي عم تشوفوها هي بيرسمون اند جينجر بانش من دون الكول. سو هي بس لأن البرسمون هي كتير 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 سويت. سو مشان هيك بحطوا مع سينامون بحطوا مع جينجر وبحطوا مع جوز وبحطوا حتى كمان سيرو. وليكو كيف بصير بانش معمول من دون شيء بتاكل فيها. هون عم فرجيها كمان كاراميلايز. لازم تعرفوا كمان أنه وهيدي شغلة هلأ لقلنا نعرفها بينعمل سموزي وبقولوا هيدا كتير مهم كرمال الجريب تبع الشتة. شو بحطوا فيه؟ بحطوا فيه بس كيوي وكاكي وبيعملوا سموزي. فهون كمان عم نفرجيكم كيف كمان الكيوي كيف شو اسمه الكاكي بتنشرب. حتى بيعملوا كومبوت كروستيانت كاكي وبوار. فهيدي كمان تتشوفوا كيف بنقدر ناكل هالفواكه اللي نحن ما بنعرف كثير كيف ناكلها. هيدي الصوره لتيراميسو وكاكي. فكمان مش عم اتعدى على انطني بس عم فرجيكم صور لهيك نحمسكم كيف تاكلوا هيدا الفواكه اللي عم نحكي كتير عنها اليوم. طولي كلهم كمان روستات بالكاكي. هيدي سالاد فري وتدخل كمان الكاكي فيها. هون كمان بس تعرفوا انه كتير بلدان بيعملوا كونفيتور دو كاكي. وهيدي ديسير بينعمل كاكي فبتنقص مثل ما هي بحطوا معها. نحن ما عندنا اياها الفواكه لونجون بحطوا معها. نحن فينا نحط اللي بدنا اياه وكمان مع باسي فلورا. وحبيت انهي بهول الصورتين. هيدي أنتوني أنت بتصور إلتا أنت عم تحكي كاكي and cheese. so وبتتاكل هيك مثل ما هي. وآخر صورة لليوم كمان معمول هيك مثل كونديمنت بحطوا الكاكي جواتها وقصص حواليها وهيك. فبس أنا إذا بدك أنه أحلى شيء لإلي إنهي بهيدي الصورة يلي هي العلاقة بين الكاكي والثلج يلي هي صورة كتير حلوة. وهيدي الطريقة كيف قلنا لكم أنه تاكلوا الكاكي وهيك. سو هيدي بالنسبه للبرزنتيشن تبعنا عن الكاكي. شو رايك؟ هيدي هي الصوره. هيدي هي عم لك هلا يعني رح جرب لقيها بالصور تبعي. unfortunately ما عم لقيها كتير. رح جرب لقيها بس هي هي الصوره. هي هي الصوره تبع الاورانج الثلج ورا. هيدي هي الصوره من اول حلقات. يمكن كنا قبل ما كنا عم نصور نركز كتير نصور فيديوز كنت اخذ الكاميرا اللي نسيت الكبار ونطلع والله راد كتير قريبا رح ارجع اطلع على زيت الشجره اللي بتذكرها وين قد ما قد ما قد ما هيك بقيت بالقلب يعني. ف مارك فيري انترستينج. هول هن 100 سلايد قطعوا yes. ولا بس يس يس قطع 95 سلايد على بكله قطعنا
قفيت انا قفيت كم وحده لانه حسيت مش ضروري نخبرهم، مثل مثلا خبريه بكوريا عن علاقه التايجر، في هيك فابل بخبروه عن التايجر والكاكي، قفيت كم شغله لنضلنا بضمن الانترستينج ستاف يعني. فبدك نعمل هيك ريزومي صغير ولا بدك تخبرنا شيء بعد عن الكاكي؟ لا رح نعمل ريزومي صغير، انا بهالوقت رح اوقف وفرجيهم بتقص برا قديش حلو بتكون. يلا. انت عم تخبرهم عن ريزومي شو عم بيصير وانا ما رح احكي. يلا سو رح بلش انا. انا اللي بهمني اقوله انه اذا حدا بلبنان هو بهمه يزرع شجره بس عنده مثلا مشاكل فيتوفترا بالارض او الحلوط، عنده مالوش بالارض، ما بده يهتم كثير بالشجره، التربه تبعه كثير فيها مثلا كلس كثير بي اتش عالي او واطي، الكاكي فيها تعيش وين ما كان هينه. الشغله الوحيده يلي هي انه بتكب كثير الفواكه تبعها، بس فسرنا ليه ورجعنا تعلمنا قديه الكاكي فيها نكلها كثير طرق نحن ما بنعرف نعملها. اهم شيء بنصحكم اللي مقرر يفوت بزراعه الكاكي زرعوا انواع جديده، يعني روحوا على الفويو، روحوا على شو الماركت بده، كمان اعطيتكم كل اسامي الكاكي، واللي بده حيالة معلومات أكثر فيكم تتواصلوا معنا ونجاوبكم على كل شيء. وأنتوني خبرنا كيف تتاكل الكاكي وفرجيتكم كم صور كمان، احفظوا أنه كاكي وثلج هيدي كمان معلومة كتير مهمة. Thank you أنتوني. Thank you Mark. Thank you for this amazing presentation. طيب خليكم معنا بناخد بس بريك هيك وقفة 10 minutes نشرب مي وبنرجع بنقلع. مارك اللي بعده شو هي؟ من بعدها رح نحكي مش زراعة، رح نعمل هيك topic أنا كتير بحبه يلي هو اسمه technologies inspired from nature. يعني رح تشوفوا كيف لما كانوا المهندسين بالعالم بكتير مطارح فيتين بالحيط ما بيعرفوا يحلوا شيء، تذكروا هن أنه الطبيعة قبلنا بمليون سنة ومليونين سنة ومدري كم مليار سنة، طيب ليه ما بنتعلم منها، ليه ما بنشتغل معها؟ تعلموا من الطبيعة وحلوا مشاكل وعندنا technologies هلأ inspired من الطبيعة، فهيدي topic تبعنا. Thank you so much. Thanks for joining. مرسي على المتابعة نهار الأحد. نحن بنكفي معكم من هلأ لعشية. برجع بقلكم عن وقفة جديدة مع مارك، واحدة أو اثنين هلأ منشوف حسب حماسكم وحسب كم شخص عم بيحضرنا. بعدين على الساعة 12 خليكم لأنه عم نطبخ لايف من باريس، وعلى الساعة 1 عم نطبخ لايف من بيتنا مع نال. يلا have a great day. See you in